في ناس بتمشي فراقها ما يهزكش، وفي ناس فراقها بيذبح الايام. وانا عندي حد فارقني من فتره وما زلت اشوفه في كل مره بنام. يوحشني صوته وشكل تجاعيده، يوحشني منه هزاره وسط الجد. بما اني بكتب له بما انه مش موجود، فانا عاوز اقول ببرود انك وحشني بجد. لما انت ناوي تموت وتصعب الموضوع، ليه سبتنا اتعلق بحاجات هتبقى دموع؟ ليه يعني عودتني على حضن مش دايم؟ طب اديك اهو نايم وانا صاحي بيك موجوع. لفوك في طوب ابيض يا ابو قلب لون ابيض، كانت زفتك حلوه والناس حزينه بقلب، كانت ملامحك نور لون شعرك الابيض.